مساء على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدي قناة النهار في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من طاقة نور. أعتقد أن اللي من حضراتكم بصفة خاصة بيحب الخير وعمل الخير هينبسط قوي لو يتابع حلقتنا النهاردة. طبعا مشكورة. طبعا بيكون في فرق كبير قوي لما يكون الكلام عن أشياء مأمولة، حاجات الود ودنا أن احنا نحققها، نفسنا أن هي تحصل، ده كلام. لكن لما يكون الكلام على إنجازات موجودة بالفعل على أرض الواقع وملموسة وأي حد في الدنيا يقدر يتأكد وبنفسه من وجودها على الأرض، الكلام بياخد بعد تاني خالص. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم على مجموعة كبيرة من الإنجازات اللي اتحققت بالفعل، واللي كل إنجاز منهم على حدة يمثل شكل من أشكال الخير، العطاء، التراحم، التكافل، فكرة ومبدأ إن المليان يكب على الفاضي. كل دي أمور إحنا محتاجين وبمنتهى الشدة إن هي تكون موجودة ومتحققة في مجتمعاتنا بشكل عام، مش بس بتكلم على مصر، عشان ننعم بسلام وسكينة وطمأنينة وتعاون لطيف جدا بين كل أفراد المجتمع. كل دي أمور في مصلحتنا كلنا. هنتكلم وبالتفصيل في هذه الأمور مع الأستاذ عبد العزيز محمد رضا، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك. أهلا بحضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أولا وقبل أي حاجة، هنيئا لكم بما أنجزتم حتى اللحظة، يعني الله. بسم الله ما شاء الله، حاجة تشرح القلب. هنيئا لكل من ساهم. والله صحيح بكلمك بمنتهى الأمانة، فكرة إدخال السرور أصلا من حيث المبدأ حاجة عظيمة. ما بالك بقى ده احنا معديين مرحلة إدخال السرور، احنا بنهدي حياة لناس. أنا مش عايز أقول مصطلح ممكن يبقى قاسي شوية، بس كتير من أهالينا عايشين ميتين للأسف نتيجة إن القدر حرمهم من كتير من الأمور، بنتطلع إن اللي يقدر يديها لهم يديها لهم. فاحنا النهاردة عايزين نتكلم على إنجازات مؤسسة نبض الحياة، نبتدي من فين؟ والله الملفات كتير، يعني خلينا لو بنتكلم من انهي ملف نبتدي من حيث الاهميه اللي تحب. كلها ملفات هنختم أحلى من بعض. طيب احنا هنختم بالنخيل. ماشي. ونبتدي بالميه. حلو. وانا وجهه نظري في ان احنا نبتدي بملف الميه، لان الملف الميه من الملفات اللي على مدار السنه شغاله، ملهاش سيزون زي بقيه الملفات. صحيح. والاحتياج بتاعها بيمثل نسبه كبيره جدا عندنا في المؤسسه، لان ده اساس الحياه. المية قبل الأكل كمان، يعني الأكل شوية الناس بتقدر تستنى عليه تستحمله، المية لا. يعني ممكن نبتدي بملف المية. ملف المية احنا زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، وزي ما السادة المتبرعين والسادة المشاهدين عارفين، في عدة أفرع وحاجات كتيرة جدا، منها الوصلات المية، منها الأبار، والأبار دي في منها أبار توزيع وفي منها أبار تجميع أمطار طبقا لنوع التربة وطبيعة المكان. بالظبط. وفي ابتكار جديد هعرضه مع حضرتك واحنا بنتكلم، لسه خارجين بيه امبارح، ودي مفاجأة جديدة إن شاء الله في الابتكارات. غير محطات الترقية؟ غير محطات الترقية. محطات الترقية دي حاجة تانية. في مستجدات، وبنحاول بقدر الإمكان كل يوم يبقى في حاجة جديدة ونبقى سباقين فيها بالخير، بحيث إن احنا المستهدف يوصل، اللي هو توصيل الوصلات أو توصيل المية أيا كان نوعها للمستفيد، للأسرة في بيتها. أنا مش عايزه لا يمشي 3 كيلو ولا 4 كيلو زي ما هو بيمشي، ولا عايزه يمشي ويجيب مية مش نظيفة. انا مستهدف ان انا اوصله الميه وتكون الميه صالحه للاستخدام. صحيح. فاحنا بنشتغل على وصلات الميه، بنشتغل على الابار ايا كان نوعها، بنشتغل على محطات تحليه المياه، تنقيه المياه. وزي ما بقول لحضرتك، الابتكار الجديد اللي انا لسه هعرضه على حضرتك دلوقتي، لو اتكلمنا فيها كانجازات، فاحنا خلينا نبدا بالابار. الابار احنا عندنا اتشوقنا، يعني مش عايز تقول لنا الابتكار الجديد واحده واحده. الابتكار هنخليه في اخر الملف بتاع الميه. احنا معاك يا باشمهندس. طيب الابار احنا شغالين طبعا في بني سويف وفي قنا وفي مطروح. طبيعه الابار اللي بتتنفس في مطروح غير طبيعه الابار اللي بتتنفس في قنا وبني سويف. ابار مطروح بتبقى تجميع امطار، والوقت اللي احنا فيه ده في السنه تحديدا بيبقى افضل وقت نشتغل فيه الابار. ليه؟ لان انا ببقى عايزها تبقى جاهزه على السيزون بتاع الامطار. حلو. نبقى داخلين موسم الحفر دلوقتي. احنا شغالين طول السنه، بس هو افضل وقت دلوقتي. حلو. التربه بتبقى صالحه، الوقت ده بيبقى خلاص احنا مستهدفنا مثلا ننفذ 2000، لو هننفذ 2000 ننفذهم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، لحد قبل الشتاء. حلو. علشان تبقى جاهزه لاستقبال الامطار. اول شتويه مع اول شتويه الابرت الابرت تكون جاهزه للاستخدام. فبنشتغل فيها في مطروح، وعلى الناحيه الثانيه بنشتغل في بني سويف، وبنشتغل في هنا، وبنشتغل برضو في محافظه يعني احنا معانا بني سويف ومعانا هنا ومعانا المنيا، محافظه المنيا. فبنشتغل على حفر الابار. انجزنا في خلال العام الماضي
1944 بير في الثلاث محافظات. اللهم صل على النبي ما شاء الله. احنا كنا شغالين في الثلاث محافظات وبنستهدف المحافظه الرابعه في السنه الجديده ان شاء الله. فانجزنا 1944. 1944 قبل نهايه شهر 6 هنكون منتهين منهم، لان احنا عندنا في بني سويف في طي التنفيذ 91 بير، وفي محافظة مطروح في طي التنفيذ 120 بير ما شاء الله. فقبل نهاية شهر 6 إن شاء الله اللي هي نهاية السنة المالية هنكون خلاص قفلنا ال 1944. بأمل إن احنا ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقفلهم ل 2000 بير إن شاء الله في المرحلة اللي احنا فيها. الابتكار الجديد اللي احنا عاملينه في الأبار قبل ما ندخل على الوصلات المياه هو بيجمع ما بين البير وما بين وصلة المية. أنا مش هحرقه يعني، انا هوري لحضرتك معروض في الحلقه الجايه يعني، بس هي البير طبيعي بتصير في ضربك. البير هقول لحضرتك يعني شوق بقى ولا الدواء معلش، فهي انا هقول لحضرتك ايه شوق المره دي، والمره الجايه نعرض ان شاء الله. احنا الفكره الجديده عامله جمع ما بين البير وما بين وصله الميه. البير ده بيستفيد منه مجموعه بيبقى معمول كده على واجهه المنزل او في مدخل البيت، بيستفيد منه البيت ده واللي جنبه واللي جنبه، ممكن شارع بالكامل بيستفيد منه. الفكره الجديده ان انا بعمل بير فعلا، لان امكانيه وصلات المياه في بني سويف والمنيا مستحيله. فاحنا بنعمل البير فعلا، بس اخترعنا اختراع جديد هندسي بيخلينا نقدر نخلق من البير ده وصلات ميه لكل بيت على حده. يعني انا بحفر البير بس بيبقى زي بير مركزي، وبستخرج من خلاله وصلات ميه بتخدم البيوت بعينها، فالوصله ما بتبقاش بره البيت، والبير بيبقى اوريدي مليان ميه خلاص صالحه بالفعل. هو البير اصل البير ده بير ارتوازي، فالبير الارتوازي ده بيجيب الميه من تحت الارض بيبقى بعمق معين بنحفره لغايه ما توصلوا للميه لمستوى نقاء الميه المطلوب بالظبط، وبركب عليه الماتور من بره، وبعد كده بنبدا نركب عليه الفلتر اللي بينقي الميه علشان تبقى صالحه للاستخدام. اوكي. وبقى ما بيبقاش حلوة دي. الناس ما بتروحش تملى بقى بالجراكن زي ما بنشوفهم او باي حاجه صالحه لتعبئه الميه، لا انا بدخل له الوصله لحد البيت جوه. هايل. فبيبقى عنده وصله ميه في المطبخ طبعا، وعنده وصله ميه في الحمام او الاستخدام العام بتاع البيت. هايل. مش بيطلع بقى يستخدم بالجراكن والحاجات اللي بيملى بيها. فده ابتكار جديد محدش سبقنا فيه خالص. احنا خلاص انتهينا من دراسته حاليا، وانا بكلم حضرتك فعليا بيتنفذ لعشر بيوت في بني سويف يعني في الحلقه دي، وان شاء الله الحلقه الجايه نكون معانا تقرير التصوير بتاعه ونعرضه. زي الفل. ده حاجه ما حصلتش خالص قبل زي الفل. وصلات الميه بقى ده انجاز من الانجازات اللي احنا شغالين عليها برضو على مدار السنه. انجزنا خلال العام الحالي 5000 وصله ميه. 5000 وصله ميه دول نفذناهم في عدد كبير جدا من المحافظات. كنا مستهدفين اسكندريه، الغربيه، كفر الشيخ، كان معانا كمان اللهم صل على سيدنا النبي، الجيزه. فمعنا محافظات عديده جدا بننفذ فيها وصلات الميه بناء على البروتوكول المبرم ما بين المؤسسه وما بين شركات الميه. حلو. استاذنك بقى في حاجه عشان التقرير اللي احنا كنا مجهزينه ليه علاقه بحفر الابار في مطروح، طالما كنا بنتكلم في الملف ده قبل ما ندخل في حته الوصلات، فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. احنا جينا هنا صحراء براني وعرفنا ان في ناس عندهم مشكله مع الميه، فبدانا نلف على بعض البيوت عشان نعرف الحكايه. خدنا اسماء بعض الناس عشان خاطر نعمل عنهم بحث، لان مش العادي ان كل الناس اللي بيقولوا محتاجين ميه ومحتاجين ابار ميه بنعمل لهم ابار ميه. فاخدنا اسماء الناس وبعد كده بعتنا الكشافين اللي هم بيعملوا ابحاث اجتماعيه من المؤسسه عندنا بالتعاون مع بعض الناس اللي موجودين هنا في صحراء براني، لانه ما يعرفوا المنطقه اكتر مننا، وبيجي الكشاف بتاعنا او الباحث الاجتماعي بتاعنا يعمل بحث اجتماعي عنه. لما بتجيلنا الاسماء وبيكون احنا صورنا حاله الناس بنعرضها على بعض المتبرعين وبعض اهل الخير اللي حضراتكم منهم طبعا. بيجيلنا ناس يقولوا خلاص احنا هنعمل الابار ديت، محتاجين نساهم في بير او نعمل بير. كانت النتيجة ان احنا عند واحد من الناس المستفيدين بالابار دي. النهاردة جينا نسلم له البير بعد الرحلة الطويلة دي. تعالوا نتعرف على حكاية. انت
وصلت لمؤسسه نبض الحياه ازاي؟ انا وصلت من يد الشيخ علي. تمام. الشيخ علي كلمك طبعا. ايوه طبعا الشيخ علي كلمنا. ايوه بالظبط. وهو جاب البير دي. ايوه. طب ايه كانت مشكلتك اصلا مع مش ميه يا عم؟ تملى طب تملى من بعيد شويه، ممكن 3 كيلو. اه 3 كيلو تملى من 3 كيلو. ايوه بعد 3 كيلو تملى 10 متر. اقل من 10 متر اخرى. الحمد لله. طب دلوقتي انت ما تعرفش الناس اللي عملوا البير. ما اعرفش. وهم كمان ما يعرفكش صح؟ وده يعرفهم ربنا. الله، مين اللي يعرفهم؟ انت انا ما اعرفهمش. وانت ممكن ما تعرفهمش. صح انا فعلا ما اعرفهمش. انا كمان الله يعرفهم الدعوات. صح صح. يجي يشرب البير ويدعي. الله. طب تدعي لهم تقول لهم ايه بقى؟ لو كانوا موتى ربنا يرحمهم، ولو كانوا عايشين ربنا يرزقهم زي ما رزقوا الناس. امين يا رب. وربنا يفرج عنهم يا رب. امين يا رب. الميت ربنا يدخله الجنه. امين يا رب. امين. صدقه الاحسن صدقه بالماء. الواحد نفسه بترتاح جدا لما يشوف مجموعه بتتعاون على عمل الخير، مجموعه مع بعض كده عشان يقدموا خير لناس هم ما يعرفوهمش ولا يعرفوا عنهم حاجه خالص، لمجرد بس ان هم شافوا احتياجهم. عشان كده حبيت اجي جنب البير ده واوصل دعوتي بلسان او على لسان اهالينا هنا في صحراء براني للمجموعه الجميله دي اللي تعاونت على عمل الخير، وبقول لهم انتوا تعاونتوا النهارده عشان خاطر تعملوا البير ده، والحمد لله رب العالمين وربنا وفقكم ليه. بس لسه في ناس كتيره جدا من اهالينا هنا محتاجه، محتاجين برضو دعمكم، ومحتاجين ان انتوا تتعاونوا على عمل الخير تاني ونعمل بير واثنين وثلاثه. جزاكم الله خيرا، وفي انتظار المزيد من دعمكم. طيب اعتقد يا حضرات ان احنا من خلال التقرير ده شفنا بالصوت وبالصوره جانب من الكلام اللي تفضل فيه الباشمهندس عبد العزيز محمد رضا المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه، لما كنا بنتكلم على الملف ده، ملف حفر ابار تجميع مياه الامطار تحديدا في صحراء براني او صحراء مطروح. خدنا الكلام بعد كده بقى ورحنا لوصلات المياه. بالظبط. وصلات المياه اشتغلنا في المحافظات اللي ذكرتها لحضرتك قبل خروجنا للتقرير. هي الفكرة كلها، بس أنا حابب أعلق على التقرير اللي كان فيه فضيلة الشيخ حافظ. البير اللي كان بيعلق عليه بير متنفذ من خلال مجموعة، مش من خلال فرد. مجموعة السجدة. مجموعة السجدة. ويعني احنا مش طبعا مش هينفع ما نعلقش على الدعوات اللي الناس شافتها من المستفيد من البير، ولكن هو البير ما لا يحيي فرد أو بيت، لا ده هو بيحيي مجموعة، وكمان بيستعملوا الطير وكمان بيستعملوا النبات. يعني طبعا. هو بيروي منه النبات ولو حد مربي له معزتين. بالظبط بالظبط. وبيربي معزتين، مربي حاجه من عجول او الكلام ده كله، اي حاجه. يعني البير بيخدم كل ما يمر بالمكان. طب. الحاجه الثانيه، مش شرط حد يكون عايز ينفذ بير فينفذه منفرد، يعني او حتى وصله ميه او حتى تبرع ايا كان نوعه. احنا بنبقى مخصصين اسعار ثابته، والاسعار دي بنقول البير تكلفته كذا، وصلت ما تكلفتها كذا، وده كله بيتم من خلال التواصل مع الخط الساخن. دلوقتي شايفين برضو على الشاشه يعني مجموعه مشاهد لمساله وصلات الميه والترتيبات اللي وصلات الميه. بالظبط. وصلات الميه كمان فيها احنا عملنا فيها حاجه مختلفه، يعني بعد ما اخلص النقطه اللي بتكلم حضرتك عليها اقولها لحضرتك ان شاء الله وللساده المشاهدين. الابار او وصلات الميه او اي حاجه ايا كانت، مش شرط ان انا اتبرع بيها بالرقم المحدد ليها. ممكن اتشارك انا واصحابي او اهلي او زمايلي، ممكن احطها كسهم، يعني اشارك بالنسبه المال اللي معايا اللي انا عايز احطها في التبرع كسهم، والمؤسسه بتشتغل على ان هي تكمل تكلفه الوصله او تكلفه البير باسهم تانية من ساده متبرعين تانيين. وصلات الميه احنا برضو الابتكار الجديد فيها ايه، هيبان مع حضرتك في الحلقه الجايه ان شاء الله. كانت بتتعمل وصلات الميه بشكل عددي، يعني احنا بننزل المحافظه نقول احنا ننفذ هنا، بنمضي البروتوكول مع شركه المياه ومع مديريه التضامن الاجتماعي في المحافظه. في حد ادنى لعدد الوصلات؟ بنقول يعني. لا بنقول مثلا احنا ننفذ 1000 وصله هنا او 500 وصله هنا حسب ما هو متيسر في شركه المياه. فبيتنفذوا، وبنقول للساده المتبرعين دي المؤسسات بتاعتكم هي اتعملت وتقدروا تطمنوا عليها من خلال البيانات الموضحه لكم. احنا النهارده لا في حمله المياه سقي الماء في مؤسسه نبض الحياه خصصنا وصله المياه للمتبرع زي البير بالظبط، فبقينا بنعملها زي اي دي كده بيتركب فيها يقدر يشوفها بعد كام سنه. الاي دي ده بيتركب في وصله المياه باسم المتبرع وبرقم الكود بتاعه. هيك. وبياناته. هيك. سواء كمتبرع واحد او مجموعه من المتبرعين. هيك. وبنديله نفس الداتا، نقول له حضرتك الوصله بتاعتك اتركبت في محافظه كذا، في قريه كذا، او في ناجع كذا. كل دي امور مطمئنه لاي حد مطمئنه علشان طبعا. بس يبقى كل طبعا. حد عارف الحاجه او التبرع اللي قدمه. هيك. راح فين بالظبط.
صحيح. ومين المستفيد بيه. حلو جدا. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نفيد اكبر عدد اسر ممكن، وده اللي احنا بنعمله برضو بالتعاون مع شركات المياه. شركات المياه بنحاول بقدر الامكان، تكلفه وصل المياه بتتعدى ال 5,000 و6,000 جنيه في اماكن كتير، وبتوصل لارقام اكبر من كده كتير. احنا بنتعاون مع شركات المياه وبنعمل بروتوكول بيخفض لنا مع عدد وصلات المياه، بيخفض لنا التكلفه الفعليه بتاعه مقايسه المياه، وبنقدر نعملها باقل تكلفه ممكنه اللي هي الوضع الحالي او الوقت اللي احنا فيه 3,000 جنيه. تمام. فده بيبقى عصم. احنا بنقدر ننفذه من خلال العدد الكبير اللي احنا بنوقعه مع شركه المياه. شركه المياه بتبقى مساهمه معانا علشان عايزه برضو تقدم خدمه للمواطنين. وبالشكل ده يعني بثمن وصله واحده ممكن تتعمل 3 وصلات. بالظبط بالظبط. يعني هي التكلفه الفعليه لو بنتكلم 6,000 احنا بنعملها ب 3,000، فبدل ما اعمل وصله واحده بقدر اعمل وصلتين. عظيم. وفي مرحله من المراحل خدتوا برضو انتوا الموضوع للليفل اللي بعد كده. بمحطات تنقيه وتحليه المياه. بالظبط. وصلتوا فين في الملف؟ محطات تنقيه المياه من المحطات، احنا شغالين دلوقتي في المحطه الخامسه والسادسه في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه. نفذنا فعليا 4 محطات. تنفيذ من العدم ولا كان فيهم احلال وتجديد؟ كان في واحده بس احلال وتجديد، والثلاثة كانوا تنفيذ من العدم. هيت. الفكره كلها في محطات تنقيه المياه، هنشوفها يمكن في تقرير مع حضرتك برضو. الفكره كلها فيها الاحسان في الصدقه. الاحسان في الصدقه ليه بقى؟ احنا بنتفادى في ملفات المياه كلها بنحاول نعمل لازم نركب فلاتر على وصلات المياه او الابار، بحيث ان اللي بيشرب من المياه ما تتسببلوش في اي ضرر جسدي. طبعا احنا بنقول انا بوفر لك المياه، فمش هوفر له المياه واضره. طيب احنا عندنا كرة بقى، موضوع وصلات المياه ده ما فيهاش مشكله فيه. احنا كنا هنوفر له مياه ونضره، كنا بثمن البير الواحد اللي عملناه بتاع 500-600 طلب حبشيه. بالظبط. والكنه تدمر عند عند الناس بالظبط. لكن لا، احنا في بعض الكرة بقى بيبقى ما فيهاش مشكله في توصيل وصلات المياه. هي الناس فعلا عندها وصلات مياه ومدخلينها من زمن مش من دلوقتي. ولكن المياه دي علشان المواسير نفسها قديمه جدا وشبه متهالكه، فعبال ما بيتعاد تجديدها طبعا الناس بتستخدم المياه للشرب العادي، فعبال ما بيتعاد تدوير المواسير دي مره تانية الناس بتشرب منها كلهم، فبيحصل لهم مشكله بقى في الكلى ومشكله في الكبد والكلام ده كله. احنا بنستهدف الكره دي وبنعمل فيها المحطات الخاصه بتنقيه المياه. الكرة المحطة اللي بتتعمل أو بتنشأ بتخدم أكتر من 20، يعني الحد الأدنى ليها 20,000 نسمة، بتخدم من 20 ل 30,000 نسمة. فطبعا دي من الحاجات اللي فيها إحسان كبير جدا للصدقة. أكيد. أكيد. ومن الحاجات اللي احنا في مؤسسة نبض الحياة بنستهدفها فعليا، واللي أنا بوجه فيها السادة المتبرعين في أوقات كتيرة جدا. السادة المتبرعين دايما بيتعاملوا مع المياه ان هي صدقه جاريه، وفعلا الملف ملف المياه فعلا صدقه جاريه. من اجمل اشكال الصدقه الجاريه. من اجمل اشكال الصدقه الجاريه. ومن الصدقه الجاريه المستمره اللي ما فيش فيها انقطاع في الاستخدام. في صدقه جاريه ممكن تبقى تستخدم لوقت ووقت تاني لا، ده دي بشكل يومي بتستخدم وفيها تعدديه كمان في الاستخدام. خلينا نشوف بقى على ذكر يعني المحطات التنقيه وتحليه المياه، هستاذنك نشوف التقرير ده عن المحطات ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. أنا مهندس هشام عصام، جينا عشان نفتتح محطة التحلية اللي كنا عملنا ليها معاينة قبل كده. محطة بطاقة 20 متر مكعب يومي تعمل بشكل أوتوماتيك بالكامل. المحطة عندنا تبتدي أولاً منظومة حقن كلور للتعقيم، طبعاً طرمبة متوصلة على خط المية اللي داخل لخزان الفيد. المنظومة بتعمل بشكل أوتوماتيك مع لوحة الكهرباء المسؤولة عن إخراج المية من البير. المحطة عندنا بتشتغل بتقنيتين، تقنية الفلترة وتقنية التحلية. تقنية الفلترة بتبتدي عندي من موتور مبدئي. الموتور المبدئي مسؤول عن سحب المية من خزان الفيد. الفلترة عندي بتبتدي من فلتر رملي، ده مسؤول عن إزالة الشوائب والمواد الصلبة حتى 50 ميكرون. بعد كده الفلتر الكربوني. الفلتر الكربوني ده مسؤول عن امتزاز اللون والطعم والريحة من المياه. والفلترين عليهم حدود تحكم ديجيتال، دي مسؤولة عن تنشيط وغسيل الفلترين. بعد كده عندي شمعات مسؤولة عن تكملة الفلترة حتى 5 ميكرون. بعد كده عندي تقنية التحلية. تقنية التحلية عندي مسؤولة عن فصل الأملاح والأحماض بنسبة 98% من إجمالي الأملاح الداخلة
للوحدة، بحيث ان احنا نقدر نوصل الاملاح الخارجة من المحطة لأقل من 100 جزء في المليون. بعد كده عندي المية خارجة على خزانات المية المنتجة اللي هي المية الصالحة للشرب. دي مرحلة تعقيم لحظي مسؤولة عن قتل الفيروسات والبكتيريا بصورة لحظية، لحظة مرور المياه من المرحلة، وبكده عندي تكون المية صالحة للاستخدام. بعد كده عندنا آخر مرحلة شمعة بكتيري 20 بوصة للتأكيد على عملية التعقيم بعد خروج المياه من مرحلة الألترا فايلوت. ما شاء الله ده حدوته كبيره، ده يعني مصنع مصغر. بالزبط. يعني مصنع مصغر، والمستهدف منه الحفاظ على حياه الناس. لا الميه احنا مشكلتنا الكبيره في الميه في الملفات كلها اللي احنا شغالين فيها درجه نقاء المياه. ودرجه نقاء المياه ده، واحنا طبعا بنستهدف الجمهوريه كلها، ما ينفعش مش بستهدف اماكن محدده واسيب اماكن ثانيه. ودي كانت الفكره من انشاء محطات تنقيه المياه. القرى اللي احنا ما بنشتغلش فيها وصلات وفيها مشاكل فعلا في درجه نقاء المياه، هي دي المحافظات الفعليه اللي احنا بنستهدفها لانشاء المحطات. ومثلا يعني احنا عندنا اشتغلنا في كفر غربيه، والنهارده بنشتغل في الجيزه، وحابين ان احنا نستهدف شويه محطات قرى وجه قبلي. يعني احنا حابين ننزل نشتغل في اسوان تحديدا والاقصر، لان فيها قرى او فيها بعض الاماكن وصول وصلات المياه فيها ما فيهاش مشكله. لكن درجه نقاء المياه بالنسبه، المشكله في خطوط المياه علشان بس الناس تبقى فاهمه صح، خطوط المياه دي قديمه جدا، فمع الوقت ومع الزمن بتربي مشاكل في المواسير الداخليه طبعا مصديه وكلها بالظبط حاجات بيعلم بيها الا ربنا. طب خلينا نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل كلامنا. اتفضل. اهلا بكم مره تانية، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الباشمهندس عبد العزيز محمد رضا، المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه، واللي بنحاول على قد ما نقدر يعني بسرعه كده نمر يعني على الملفات المختلفه او المبادرات والحملات المختلفه اللي بتقدمها مؤسسه نبض الحياه. اتكلمنا في اللينك اللي فات عن كتير من تفاصيل بند سقي الماء او سقي الماء. هل تحب يعني في اي اضافه تحب حضرتك تتفضل بيها قبل ما نقفل الصفحه دي ونفتح يعني صفحه لا تانية؟ انا بس حابب اكد على الساده المتابعين، لان طبعا ده ملف مهم جدا شغال طول السنة. المبادرات فيه كصدقة جارية أو مساهمة في التبرع كصدقة جارية من أهم الصدقات الجارية. فطبعا أنا بدعي السادة المتبرعين إن هم يدعموا الملف ده في كمان المستحدثات الخاصة بيه. يعني احنا الملفات الجديدة في ملف المية، الملف اللي بيجمع ما بين وصلة المية وما بين البير، عايزين نقول مين اللي هيبدأ معانا. يعني احنا بنبدأ، احنا بدرنا بان احنا بننفذ فعليا 10 وصلات من منبع بير مركزي. فعايزين بقى نبدأ نستمر في الحملة دي، فيا ترى مين اللي هيبقى سباق معانا في التنفيذ فيها. الإعلان عن الأسعار موجود حاليا، يعني اي حد هيتواصل معانا على الخط الساخن حاليا او على الارقام الموجوده على الشاشه خلاص هيلاقي الناس عندها الابديت بتاع التكلفه الماليه التكلفه الماليه للموضوع، ودي بدايه البذره. فاحنا عايزين نقول يلا مين اللي هيبدا معانا يعني. وكمان محطات تنقيه المياه، لان احنا حابين برضو نشد فيها شويه، عندنا طلبات كتيره جدا في محافظات متعدده، وعندنا محطتين شغالين عليهم، فمحتاجين طبعا المبادرات من الساده المتبرعين زي ما احنا متعودين منهم. عظيم. علشان نقدر نكمل العمل على اكمل وجه ان شاء الله. عظيم. تعالى بقى نفتح صفحه ثانيه ما تقلش حلاوه ولا جمال برضو، وفي نفس تفصيله الصدقه الجاريه كما ينبغي ان تكون. بند وقف النخيل. الله. البدايه كانت في وادي النطرون. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. وعلى حد علمي ان انتوا كنتوا في الاول كانوا 10 فدان. كانوا 10 فدان. صح كده؟ وكنتوا متخوفين في الاول يا ترى هياخدوا كام شهر دول على ما تكتمل زراعتهم. بالزبط. وعلى ما تبرعات توصل بخصوصهم، وعرفت انه في زمن قياسي الموضوع ده خلص. الموضوع ده خلص وعديناه وعملنا الاعلى الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وفي الاحسن لسه جاي. لو ابتدينا من مزرعة وادي النطرون، فهي كانت بذرة التجربة، بذرة بداية التجربة. كنا فيها، وإحنا دلوقتي فين؟ إحنا كنا بدأنا في العشرة فدان، وكنا بنزرع نوع البلح البلح البلحي. لما دخلنا وادي النطرون
كان المستهدف منه زراعة النخيل، يعني هنشوف ده كمشروع استثماري خيري والمنتجات بتاعته ايه والكلام ده كله. النهاردة بقى في الوادي الجديد الموضوع تطور معانا، غيرنا نوع البلح، وده عايز اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك ان البلح المجدول انا بقولها مع حضرتك على الهواء اهوت في الحلقة، محدش بيزرع بلح مجدول في اي مؤسسة غير نبض الحياة، يعني ده حاجة انا حابب اشير ليها. اي حد تاني بيزرع او بيخد المبادرة بتاعت نبض الحياة وبدأ يمثلها ده شرف كبير طبعا لنا، بس البلح المجدول محدش بيزرعه في مصر غيرنا. وايه الفرق ما بين البلح المجدول بقى واي نوع بلح تاني زي البلح؟ قبل الفرق بين المجدول وغيره، اشمعنى محدش بيزرع البلح ده او النوع ده؟ هو احنا من فضل ربنا لما بدأنا الحملة بتاعت التنفيذ في مرحلة الالف فدان، احنا في جديد برضه هعلنه لحضرتك دلوقتي ان شاء الله، لما بدأنا مرحلة الالف فدان خلاص كنا تعايدنا على كل الكمية اللي موجودة في السوق، فلما جه حد بعدنا يحاول يزرع نفس النوع ما لقاش، لان دي كنخلة نادرة الوجود، وجودها مش سهل، مش متداول كتير، احنا كمان غير ان احنا بنستوردها، يعني هي مش موجود، احنا بنستورد الكلام ده كله. لا بس شويه كده وان شاء الله هنبقى احنا بنصدرها ان شاء الله. ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله تعالوا نشوف التقرير ده عن وقف النخيل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. الحلم. في الفرافرة واحة السحر والجمال والجبال الكريستال والصحراء البيضاء كانت نقطة الانطلاق التي اختارها مجلس أمناء المؤسسة بعد دراسات المتخصصين والعلماء لتكون مكان مزرعة وقف النخيل. كانت البدايات مشجعة، وخصوصا من معالي محافظ الوادي الجديد الذي دعم وشجع وسهل جميع الإجراءات التي صنعت حالة من الأمل والتفاؤل لدى الجميع، وبالثقة في فضل الله وبالعزيمة والإصرار انطلقت سواعد الخير لتشيد أكبر وقف خيري، مزرعة للنخيل على مساحة 1000 فدان تحت إشراف العلماء والمتخصصين في مجال زراعة النخيل، وباعتبار هذا دعماً لأنشطة مؤسسة نبض الحياة في مساعدة المحتاجين ورسم الابتسامة على وجوه غير القادرين. وتأتي الثمار مبكراً، فقد فازت مؤسسة نبض الحياة بالمركز الثاني لأفضل مشروع خاص بمؤسسات المجتمع المدني في الملتقى التسويقي الأول للتمور في محافظة الوادي الجديد بعد 6 أشهر من بداية الزراعة. والآن فقد انتهينا من زراعة 750 فدان، فقد أصبحت الأحلام واقعاً على الأرض تنمو وتزدهر وتشجعنا على العمل والعطاء. دعوات الطيبين، نطمح أن يكون وقف النخيل أفضل مشروع تنموي خدمي خيري في العالم. نحاول ونحلم ونعمل لذلك ما دامت قلوبنا تنبض بالحياة. يعني حضرات من 10 فدان بلح برحي في وادي النطرون إلى 1000 فدان بلح مجدول في الوادي الجديد بالزبط. تحديدا في الفرافرة بالزبط. عظيم. المرحلة المزرعة اللي حضرتك شفتها دي اتنفذت على 4 مراحل، كل مرحلة فيها 250 فدان 250 فدان بواقع تقريبي 15,000 فسيلة بتتزرع في المرة الواحدة. الفكرة بقى في 15,000 ايه؟ احنا داخلين على مستهدف جديد خالص غير 1000 فدان، يعني عدد مضاعف من الأفدنة بكتير جدا، وحاجة إن شاء الله هتكون سبق، يعني هتشكر على الجهد اللي قامت بيه مؤسسة نبض الحياة، وفي خصوصا في النقطة دي تحديدا يعني حابب أشكر السيد المحافظ على يعني تشجيعه ومساهمته ومبادرته دايما للاستثمار في الوادي الجديد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الخيري في محافظة الوادي الجديد. لا ومشي يعني جدا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالظبط، مسألة زرع 5 مليون نخلة بالظبط، وده من مستهدفاتنا الأساسية.
تطبيق المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس. احنا بقى حابين نعمل ايه في الجديد؟ الجديد احنا في الموسم الواحد بنزرع، احنا عندنا 3 مواسم في السنة. الثلاث مواسم دول المرات اللي فاتت كنا بنزرع فيهم في كل مرة 15,000 فسيلة. لا احنا الجديد بقى اللي هنعلن عنه قريب جدا ان شاء الله، الحجم اكبر والدنيا اوسع، فحابين بدل ما نزرع 15 نزرع 30 او 45 الف فسيلة. ليه؟ لان احنا ان شاء الله في بعد مرور سنتين من الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده، المزرعة دي هتكون منتجة، مش بس منتجة للبلح، لا ده هتبقى منتجه للبلح وللفسايل، وفي كمان الزراعات التكميليه والزراعات التكميليه ده حاجه السمك. والاستزراع السمكي، احنا الاستزراع السمكي خلاص بصدد ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هنكون بدانا فيه. فدي دي الصدقه فعلا زي ما حضرتك بتقول، لو الصدقات الجاريه احنا عاملينها هرم، فده قمه الهرم الخاص بالصدقات الجاريه. الفسايل النخله اللي حضرتك بتتبرع بيها النهارده، العمر او المدى العمري بتاعها تقريبا في متوسط عمر الانسان اللي هو من 60 ل 70 سنه. طيب هل بعد كده بتكون خلصت؟ لا، ما هي في خلال الستين او السبعين سنة دول شوف حضرتك انتجت كام فسيلة طبعا. وكل سنة انتجت كام كيلو بلح اللي هو اعلى قيمة استثمارية، وهو ده الفرق بقى ما بين، عشان كده بقول لحضرتك احنا ما فيش غيرنا في السوق بتاعنا بيزرع البلح المجدول. فهو اعلى قيمة استثمارية البلح المجدول، ما فيش حد بينافسه، هو على قمة الهرم التسويقي. وكمان للتمور. للتمور على ذكر التمور، مبروك الجائزه الحلوه. صحيح، الله يبارك في حضرتك، ده كان حاجة في اول المشروع جدا. ده كان في اول مشروع، ولكن في جوائز كتير ان شاء الله احنا مستهدفينها، واحنا مش بنسعى بس للجوائز، احنا بنسعى ان احنا نقدم اعلى خدمه للسيد المتبرع اللي هو مستهدفه في الاساس الصدقه الجاريه بتاعته اللي هتنفق على كافه اوجه الخير. فده مستهدفنا في مزرعه نبض الحياه. لا وبعدين النوع ده من الجوائز كمان، يعني الى جانب ان هو اكيد بيشبع يعني طبعا النفس الطواقه طبعًا لعمل الخير طبعًا. هي كمان بتاكد مصداقيه المؤسسه عند كل يعني كل الناس اللي حابه ان هي تساهم وتتبرع في الحملات والمبادرات المختلفه، لما تلاقي ان في تقدير من الدوله ذات نفسها للمجهودات اللي انتم بتعملوها دي برضو، وده اللي حصل يعني قيمه مضافه للمؤسسه بطبيعه الحال. وده اللي حصل لما السيد المحافظ شرفنا بزيارته للمزرعه واشاد بالانجازات اللي حاصله فيها، وقدم لنا مبادرة الاستعداد الخاص من المحافظة بان احنا يلا نبدأ في مرحلة جديدة بشكل اكبر وبشكل اوسع وفي مكان يعني اقرب شوية كمان من المكان ده، ولكن لا يقل اهمية عنه من حيث اهمية التربة وانتاجها يعني. فاحنا يعني كل اللي احنا بنسعى له واللي ربنا سبحانه وتعالى لامس معانا في هدفنا من تحقيق النتيجة ديت وبيدوقنا دايما النتيجة بتاعته، كل اللي احنا بنسعى له ان احنا عايزين الفلوس اللي الساده المتبرعين ساهموا بيها يحققوا بيها اعلى قيمه نتيجه في الاستثمار الخيري. احنا عايزين في الفتره كمان اللي احنا فيها نحول الفكر من التبرع للاستثمار الخيري. انا مش عايز بس ابقى مجرد ان انا بدفع تبرع لمره واحده والموضوع بس كده خلص. انا عايز الفلوس اللي الناس بتدفعها استهدفها بقدر المستطاع في حاجه زي مشروع وقف النخيل، لان هو ده فعلا الفكر الانتاجي التنموي الخيري اللي هيخلي الدنيا مستمره. حد كان بيكلمني امبارح في التليفون وانا ماشي بتقول لي انا عايز اساهم مع حضرتك في ان انا ازرع 5 فدان، فهل في امكانيه ان انت تزرع ال5 فدان؟ لان انا كنت عايز اعملهم وبعد كده شفت الموضوع لقيته صعب عليا. فهل في امكانيه؟ اه طبعا في امكانيه، في امكانيه انك تزرعي نخله وتزرعي 10 وتزرعي 60. احنا الفدان عندنا بياخد من 60 اكتر من حد قبل كده، حتى اسر بعينها في زرعين فدان وفي زرع يعني بيقول انا عايز ازرع فدان، يبقى الوقف ده وقف بتاعنا. لا اهلا وسهلا يعني بدل ما حضرتك النهارده لا وبما ان الدنيا وسعت لا يعني الدنيا واسعه وتسع من الحباب مليون ان شاء الله يعني ان شاء الله. فاحنا لا ده بالعكس، حضرتك انت انشئي وتعالي ازرعي معانا ال5 فدان وتعالي ازرع معانا الفدان وتعالي ازرع معانا الفسيله الواحده، وتعالى بعد كده تابع شوف الفسيله بتاعتك دي راحت فين، شوف الانتاج بتاعها عامل ازاي. ده استثمار العائد بتاعه يعني الفسيله اللي بتطلع من النخله بعد ما بتبدا في انتاج الفسائل ممكن حضرتك انا ببعيد بيعها مره تانية. فده استثمار خيري مضاعف لا ينتهي ما بينتهيش. المزرعه اللي هي 1000 فدان النهارده هي اللي هتنشئ بعد كده 5000 و10000 فدان. هي النخله الواحده على مدار عمرها اللي هو 70 80 سنه في المتوسط بتنتج كم فسيله تقريبا؟ هي بتبقى مختلفه من نخله للتانيه بس المتوسط المتوسط بتاعها بتنتج عدد 7 فسائل تقريبا. ال7 فسائل دول اللي هو الانتاج السنوي. 7 فسائل دول في منهم ما ينفق وفي منهم ما بيكون صالح للزراعه يعني السبعه دول سنويا وهي غير البلح. هل لما النخله بتكبر شويه في العمر قدرتها على انتاج لا هي القدره الانتاجيه دي احنا بنخففها
ليه بنخففها؟ علشان العنصر نفسه اللي تم انتاجه من خلال الفاصله اللي طلعت من النخله دي تكون صالحه للزراعه. لو انا اهتميت بالعدد وما اهتمتش بدرجه جوده الفسيله ممكن اجيب عدد كبير جدا، ولكن احنا الاساتذه المتخصصين اللي بيشرفوا على المزرعه بيحددوا القدره الانتاجيه بتاعتها بحيث ان هي تدينا عدد مقبول وفي نفس الوقت يكون على قمه الجوده اللي لما ازرعها ما يبقاش. احنا عندنا المزرعه النهارده بسم الله ما شاء الله النسبه المئويه في النجاح تعدد 99%، احنا شبه ما فيش عندنا ده مجموعه يدخل طب مستريحين داخلين طب مستريحين. فده برضو المستهدف من اعاده زراعه ما يتم انتاجه من النخل نفسه. اصل انا خلاني اسال حضرتك على التفصيله دي وبعمل بتك شويه عليها ليه؟ عشان انا عايز الناس اللي بيتابعونا يبقوا مستوعبين فكره ومبدا ان النخله هي ولود. ولود. والنخله الواحده اللي بتعيش 70 80 سنه، على مدار ال 70 80 سنه دول لما نيجي نحسب في الاخر انت يعني حضرتك غرست نخله واحده، لكن في حقيقه الامر انت غرست العشرات من النخيل. بالظبط زي الايه الكريمه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيشبه لنا فيها العمل الخير ده في النبات، وان ربنا بيضاعف العدد سبعة اضعاف وبيضاعف الى ما شاء الله يعني طبعًا. فهي بينطبق عليها نفس المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى مثله في القران الكريم. ما بتخلص يعني شوف حضرتك اقعد احسبها محتاجه طبعا هي حته ما بتخلصش دي اللي انا كنت مهتم قوي ان انا ابروزها للناس بالزبط. لان انا ممكن ابقى مش عارف طبيعه النخل وماليش في الزراعه فمش واخد بالي من تفاصيل النخله دي يعني قصه حياتها اجيال بتعمل اجيال بتنمو الناس ممكن تبقى مش عارفه ان النخله بتولد على فكره انا واحد من الناس دي، انا عرفت المعلومه دي بالمناسبه يعني من خلال التعاون مع المؤسسه. انا ما كنتش واخد بالي من التفصيله دي. كنت بشوف ان بيبقى في حاجات طالعه من الجنب كده في مرحله عمريه ما من النخل، بس فكره ان النخل ولود ما كنتش مركز فيها. فاللي بيتبرع بغرس نخله، لا ده حضرتك مش بتغرس نخله، ده انت بتغرس نخيل. شوف انتاج السهم اللي حضرتك تبرعت بيه النهارده هي تكلفتها 5000 جنيه فعليا، هي بتكلف علينا اكتر من 5000 جنيه بغض النظر عن اللي شرحناه قبل كده من حيث الطاقه الشمسيه. ما احنا فيها برضه فرصه نعرف الناس ان ال 5000 جنيه دول شاملين حاجات كتير. قطعه الارض اللي هي المربعه اللي بتخص النخله طبعا، الابار طبعا، الطاقه الشمسيه كل الكلام ده حاجه. والناس اللي شغالين في المكان وبيرعوها يوميا ورعايتها من حيث العماله. لا اللي انا عايز اقول لحضرتك كمان موضوع التلقيح ده، يعني احنا بنجيب احنا كمؤسسه لضمان الانتاج الصح بنجيب كمان نخل امهات ونخل ذكور علشان العمليه الانتاجيه ما تتوقفش. فاحنا بنساهم كمؤسسه علشان نحافظ على العمليه الاستثماريه الخيريه. فده طبعا كل ده لما تيجي حضرتك تحطه في المعادله الحسابيه لتكلفه سق النخيل، لا هتلاقي هي واقفه اكتر من 5000 جنيه، ولكن احنا بنقول ده افضل. غيرنا بقى اعلن عن السقوق دي بنفس التكلفه، ولكن البلح مش مجدول، ده بلح برح. التكلفه الفعليه اصلا للفسيله نفسها اقل بكتير من الفسيله، وسعر الكيلو هنا مختلف تماما عن سعر الكيلو هنا. فهي كعائد استثماري لا في فرق شاسع، كزراعة ومصاريف عليها وتكلفة عليها لا أقل طبعا برضو بكتير. عظيم. طيب ده فيما يتعلق بوقف النخيل، وصلتوا لفين بقى في ملف بناء المساجد؟ بناء المساجد ده ملف البركة بتاع المؤسسة طبعا. وأي بركة ودور العبادة المساجد يعني دي بيوت ربنا سبحانه وتعالى. وكنا فترة من الفترات وقفنا أو قللنا العمل في المساجد شوية. ليه؟ فترة كورونا وما بعد كورونا والكلام ده. هي الدنيا كلها كانت وقفت. الدنيا كلها كانت وقفت طبعا. ولكن بناء على طلب السادة المتبرعين والمساهمين معنا في مؤسسة نبض الحياة استأنفنا العمل وبدأنا فيه فعليا، وبدأناه من محافظة إنا يعني أحد المساجد الموجودة معنا واللي هنعرضه برضو في التقرير مع حضرتك. مسجد كنا شغالين فيه من فترة زمنية طويلة ووقفناه والناس واقفة من يوم لحد النهاردة. وفي مسجد تاني اللي ممكن نشوفه في التقرير مع حضرتك برضو، ده مسجد متوقف من 7 سنوات يعني. ده اللي كان فيه مجموعة أعمدة. أيوة بس حتى مش متسقف. بالظبط. المسجد ده من 7 سنين واقف على مع ان مساحته حلوه يعني. مساحته كويسه ومساحته كبيره ومفيش، بس المشكله مفيش برضه حتى حواليه مسجد تاني يخلينا نقول سيبه شويه. طب اقول لحضرتك على حاجه، ما تيجي نشوف الكلام ده صوت وصوره من خلال التقرير. اتفضل حضرتك. الباب اللي كان مقفول ده بقاله 7 سنين مقفول،
مؤسسة نبض الحياة هي الأمل اللي فتح الباب ده من قلب الصعيد في قنا في عزبة عبد الكريم تابعة لقرية الحجيرات. مشكلة أهالينا هنا إن أقرب مسجد ليهم على بعد كيلو ونص. السيدة عائشة بتقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، لأن المساجد منها بيطلع أهل الدين وأهل الخير وأهل الإيمان، وبيطلع منها ناس يعمروا الدنيا كلها عبادة وخير. الجامع ده من 7 سنين عملنا أساس يعني كويس وبنيناه، بس عايزين نسقفه ونعدله زي خلق ربنا يعني. عايزين المدينة تنوع، عايزين الرحمن يخش بلدنا، عايزين الإيمان يخش بلدنا عشان الجامع بيت الله. في الوقت اللي احنا بنشتكي فيه ان كتير جدا من اولادنا طالعين واخلاقهم يعني محتاجه التعديل، ومحتاجين تعديل سلوك، ومحتاجين نربطهم شويه بربنا سبحانه وتعالى، ونعلمهم يعني ايه اتقان العمل، ونعلمهم يعني ايه طلب العلم، ونعلمهم يعني ايه احترام الكبير، بنلاقي ان المكان اللي مخصص لتعليم ده مش موجود. مش موجود حقيقي على ارض الواقع. انا بكلمك انا النهارده دلوقتي من قلب صعيد مصر، من قنا، من قرية عبد الكريم أو عزبة عبد الكريم تابعة لقرية تانية قرية الحجيرات، بيشتكوا من قلة المسجد. حضرتك مولودة في العزبة هنا يا أمي؟ نفس العزبة. مولودة هنا؟ أيوة مولودة هنا. ما كانش فيه مسجد قبل كده يعني؟ لا كان ما كانش فيه خالص. لما طلعنا بيت طلعنا احنا اللي وقفناه. أنت حضرتك عندك كم سنة؟ أنا 50 سنة. يعني الست بقالها بتقول أنا عندي 50 سنة ومن ساعة ما طلعت ما فيش مسجد هنا. فلما يوم ما يفكروا يبنوا مسجد مش قادرين يكملوا. أنا إزاي هطلع جيل عنده كل المقومات الأخلاقية اللي تصلح لبناء مجتمع وأنا أصلاً مش حاطط له الأساس؟ عشان كده إحنا وقفنا النهاردة وجينا ننقل الصورة لأهل الخير، الناس اللي حقيقة عندهم دافع إيمان إن هو يكون سبب في إن بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يبنى. نفسنا نصلوا فيه، والشباب الصغير اللي طالع دي نعمل لهم مكان زي يعني. إحنا معانا نقول كبرنا، لكن الشباب اللي طالع دي عشان يدعينا في الآخر. أهو مش هو اللي قدام منكم الحالي؟ يعني ما فيش هنقول احنا اغنايه كان عملناه ده. وبامكانياتهم البسيطه قدروا يعملوا التصميم اللي هو اللي مش عايزين اكتر منه. مش عايزين بهرجه ولا عايزين منظره ولا عايزين مسجد يعني تتحاكى الدنيا كلها بيه. والله العظيم كل مطلبهم بس مسجد يصلوا فيه وبيت يصلوا فيه. طب تعالى شوف شكل التصميم. الحمام قد ايه؟ يعني اقل من متر. 5 حمامات الواحد فيهم يعني يدوب كده بتهيألي كده ما يكملش مترين على بعض. يعني ده شكل البساطة اللي هم عايزينها. مش عايزين أكتر يا جماعة من إن إحنا نصلي في المسجد، مش عايزين من أكتر من إن إحنا المكان يظلنا، مش عايزين بهرجة في التصميم ولا أي حاجة خالص. والله كل طوبة اتحطت في المكان ده وكل حباية رمل اتحطت في المكان ده تشفع لصاحبها يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى، وتكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى كريم. فالنهاردة حطيت طوبة، ربنا سبحانه وتعالى يحط لك بيت. يا ترى في حد هيكلمنا دلوقتي ويقول أنا هقدر أشيل السقف كله؟ حد تاني هيقدر يكلمنا ويقول أنا النجارة كلها عندي؟ حد تاني هيقول الإنارة كلها عندي والإضاءة بتاعة المسجد؟ حد تاني هيقول السباكة كلها عندي؟ الموضوع بسيط، والتجارة مضمونة والمكسب مضمون عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب عشان نوضح الصورة أكتر لحضراتكم يعني، ونقول إلى أي درجة يا سعد ويا هناه اللي يحط طوبة واحدة في مسجد زي ده. فكرة ان كل اذان بيرفع في هذا المسجد، فكرة ان كل شخص بيدخل جوه يصلي له ركعتين، فكرة ان كل تسبيحة، كل تهليلة، كل تكبيرة، كل تحفيظة قرآن بتحصل، لان غالبا النوع ده من المساجد غالبا ما بيكون مرفق معاه مكان لتحفيظ القرآن للأطفال. كل ده خير ملوش اول ولا اخر لكل الناس اللي ساهمت في هذا الامر، ولا ايه؟ بالظبط. هي الفكرة يمكن حتى والتقرير بيتعرض، انا وحضرتك قاعدين نتفرج عليه مشدودين معاه، لدرجه ان هو يعني المشكله في ايه في التقرير اللي اترفع عن المسجد ده، ان هي قريه متعطشه لبناء مسجد. يعني مش كان فيها بقالي 50 سنة وما حضرتش جامع في القريه. ايوه يعني هي مش فيها مسجد وخلاص احنا بنعيد ترميمه او بناؤه مره تانية، لا هي هم متعطشين. فتخيل حضرتك اللي داخل يصلي الصلاه بتاعته فيه مش زي الصلاه العاديه، ده هو مشتاق ان هو يلاقي مسجد يدخل يصلي فيه، مش زي اللي كل يوم خلاص الصلاه بالنسبه له طبعًا. المسجد موجود، العاده بتاعته موجوده، الصلاه. لا والمكان جميل على فكره، التصوير الجوي بصفه خاصه باين جمال المنطقه. أيوه والخضره بالزبط. اللي فيها جمالها، وكمان ما فيش مسجد تاني يعني. الشيخ حافظ هو بيعرض التقرير، اقرب مسجد على بعد كيلو ونص. فالموضوع صعب. ودور العباده احنا طبعا بنعيد تجديد بروتوكول مع وزاره الاوقاف، قدمنا طلب للسيد الوزير ان شاء الله، وبصدد انتظار الرد
عليه، لان احنا طبعا لما بنشتغل بنحب نشتغل من خلال مؤسسات الدوله. فقعدنا بدايه العمل واستئناف العمل في المساجد وعندنا عدد كبير جدا، ولكن احنا بنشوف الاولى والاشد احتياجا من حيث التنفيذ. احنا عندنا فعليا هنا لوحدها فيها عدد 4 مساجد تم رفع الاستكشاف بتاعهم، يمكن هيتعرض مع حضرتك في حلقات تانية مساجد تانية جديدة. هي مش مساجد، هي مش عارف الناس بتصلي فيها ازاي، يعني هو داخل ازاي يصلي. احنا عندنا هنا في بنيان، البنيان ده محتاج يكمل. طب في مساجد قايله للسقوط فعليا، في مساجد حضرتك وانت قاعد بتصلي فيها بتلاقي الزواحف اللي زي التعابين والابراص والحاجات دي كلها داخله في هدومك. طب انت ازاي هتبقى قاعد عندك خشوع في الصلاه؟ طبعا. فملف المساجد من الملفات اللي احنا فعلا محتاجين نحييها، ومحتاجين دي حاجه من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيها وشدد في التوصية عليها وما يقابلها من مكافاه عند ربنا سبحانه وتعالى. فيعني الشيخ حافظ بيقول كل اللي هيساهم برمله او طوبه واحده شوف ربنا هيعمل معاه ايه. فدي قرية من الكرة اللي فيها تعطش لبناء المسجد، لان فعليا 7 سنين من 7 سنين قوموه كجدران وكعواميد بجهودهم هم الذاتية، بالجهود الذاتية، وكان في بعض المساعدات الخارجية زي ما الناس قالت لنا، ولكن ما فيش. يعني هو يدوب عطله هو طبعا. محتاج اللي يساعده في قوت يومه. وعلى عينيهم هم يتمنوا ان هم، لان الارض طبعا تبرع من اهل القرية، يعني هي الارض هم اللي متبرعين بيها، بس ما عندهمش المقدرة المالية. هو تنازل عن أغلى ما يملك اللي هو الطين. وبرضو انتم ماشيينها بنظام الأسهم، يعني ما فيش حد أدنى طبعا. لا ما فيش حد أدنى ولا حد أقصى، يعني ممكن نشتغلها كبنود وممكن نشتغلها كمساهمات مالية. اللي عايز يشيل أو يساهم في بند بعينه، يعني في ناس بتحب تتبرع بأشياء عينية، يحب يتبرع مثلا يقول انا عايز اتبرع في بالاسمنت بالحديد طبعا. فالدين المقايسه بتاعت الاسمنت ده طبعا موجود معانا. في ناس تجار اخشاب، في ناس في عندهم ده حصل فعليا معانا، حصل معانا كتير. الكهرباء يعني حصل معانا كتير. يعني في تجار اخشاب بيجي يقول انا هبعت لك حد يرفع المقايسه بتاعت الشبابيك والبيبان الخاصه بالمسجد وانا هتحملها من الالف. ده فعليا حصل. جزا الله كل خير. جزا الله كل خير. في حد عنده محلات كهرباء بيجي ينور المسجد. ده سنه حسنه ويعني ربنا يكرمه عليها وده مرحب بيه. في حد بيقول انا حابب اساهم بتكلفة مالية، فما هو محتاج تشطيبات كتيرة جدا للمسجد علشان نبدأ نشغله. فكل أشكال التبرع أو المساهمة في تشغيل بيت ربنا سبحانه وتعالى احنا بنرحب بيها، ما مش مقتصرين على حاجة دون حاجة يعني. عظيم. طيب احنا هنطلع فاصل سريع، ولما نرجع نستأذن حضرتك ان عايزين نفتح معاك ملف قرب قوي علينا. كل سنة وانت طيب. خلاص وعيد الأضحى المبارك. هنتكلم بقى عن الأضاحي، ايه اللي بتقدمه مؤسسة نبض الحياة في هذا الإطار. خليكم معانا وتتعرف. اهلا بيكم مره تانية. العيد الكبير قرب، كل سنه وكل حضراتكم طيبين. واكيد انتوا عارفين كويس جدا ان في كتير من اهالينا ما بيشوفوش رؤيه العين، ما بيشوفوش اللحمه غير من السنه للسنه. كتير جدا من اهالينا اللحمه دي من حيث المبدا ما بتدخلهمش بيت غير من خلال اليومين ثلاثه بتوع عيد الاضحى، وطبعا من خلال عطاء الناس اللي بتديهم اللحمه دي. فده ملف مهم جدا عايزين نتكلم فيه ونتعرف على جهود المؤسسه، مؤسسه نبض الحياه في هذا الاطار، لان انتوا اكيد الملف ده برضو اكيد هيكلتوه بشكل معين كالعاده. هيكلتوه ازاي بقى؟ احنا عندنا ادارات متخصصه، عندنا اداره المشروعات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المالية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التحصيل والتسويق. كل الإدارات دي معنية بأن هي توصلنا لأفضل ديل ممكن من يخدم الطرفين، يخدم المتبرع اللي بيساهم فيقدر يساهم بالصك بتاعه بتكلفة مناسبة، ويخدم المستفيد. لأن أنا برضو مش حابب المؤسسة مش حابة أن هي توزع على عدد محدود. لا، احنا بنستهدف ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونقدر ننتشر في اكبر عدد محافظات ممكن. فكل اداره بتشتغل فيما يعنيها بتوفير الخاص بتاع المشروعات، بيشتغل على ان هو يرفع الاماكن الاكثر احتياجا وايه الاماكن اللي احنا نستهدفها في التوزيع والكلام ده كله. وبرده كالعاده اكيد بتنسقوا مع جمعيات تانية او مؤسسات اهليه. ده اساسي. احنا في كل المشاريع اللي فيها توزيع على الاسر المستفيده لازم بيبقى معانا الجمعيات الشريكه. والجمعيه الشريكه انا بستهدف التعامل معاها من خلال ان انا بشركه في العمل، مش بالتوزيع بس، لا انا بخليه يساهم فيه بجزء. الجزء اللي بيساهم فيه ده بيبقى محسوب من ثمن التكلفة العامة بتاعت الأضحية، وفي نفس الوقت بحمله مسؤولية التوزيع
علشان يبقى بيشارك معايا، فما بيبقاش بيدي لاي حد ولا بيختار بنسبه عشوائي بشكل عشوائي، رغم ان انا بعمل تشيك عليه في الاستكشاف بتاعه. فالسايكل بتاع الموضوع بيمشي ازاي او الدايره بتاعته بتمشي ازاي؟ بنبدا اولا نرصد او نقول احنا محتاجين نوزع كام اضحيه. طب الاضحيه دي كام كيلو؟ طب كل كيلو ده هنوزعه ازاي بالظبط؟ طيب الاضحيه دي فيها 7 صكوك، يعني احنا لو بنتكلم في الموضوع بقى بالشكل التنسيقي بتاعه برضه عشان نعرف الناس بالظبط. الاضحيه دي اللي هي العجل سواء كان جاموسي او باري، احنا بنجيب الاثنين مقسمينه ل7 صكوك، بيتقسم 7 صكوك، ده الشكل الشرعي بتاعه او اقل نسبه شرعيه ينفع نشتغل عليه. حلو. والصك الواحد تكلفته قد ايه؟ الصك الواحد تكلفته يعني انا اول مره هعلن عنه دلوقتي لان طبعا لسه ما اتعلنش في السوق، بس انا هعلنه مع حضرتك في الحلقه ديت. تكلفه الصك 5000 جنيه. حلو. بيطلع كام كيلو الصك؟ بيطلع لنا 30 كيلو. حلو. يعني اصبح لو قلنا 30 في 7 اللي هو عدد الصكوك اللي في الاضحيه الواحده. أيوة. يعني الاضحيه بتطلع لنا 210 كيلو. جميل. كل متبرع معانا بيبقى نصيبه منها للصبع. مش نصيبه الشخصي، هو بياخدش يعني للصبع. الصبع ده اللي هو 30 كيلو. حلو. قيمتهم 5000 جنيه اللي هو صك الاضحيه. طيب ال 30 كيلو دول احنا بنعمل فيهم ايه؟ بناخدهم نستهدف بيهم التوزيع على الاسر اللي في القرى الاشد احتياجا. طب احنا مستهدفين عدد معين؟ لا، احنا مستهدفين لحد النهارده 13، يعني الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه عندنا 13 محافظه هيتم التوزيع فيهم. جيل. من خلال مراكزنا الثابته. احنا عندنا 3 مراكز ثابته والرابع قبل العيد ان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله، في طنطا وفي اسكندريه وفي في القاهره. القاهره بتخدم المحافظات اللي حواليها، وطنطا مكان مركزها بيخدم البحيره طبعا، اسكندريه بتخدم البحيره ومطروح واسكندريه. وان شاء الله احنا عندنا قبل العيد في محافظه اسوان، اسوان برضه هتبقى بتخدم عدد من المحافظات حواليها. فاحنا لحد دلوقتي المحافظات اللي احنا منسقين فيها فعليا 13 محافظه ان شاء الله، طبعا التنسيق ده بما يتناسب مع العدد اللي احنا مستهدفينه. لحد النهارده احنا استهدفنا 150، طبعا 150 مش كفايه خالص. احنا بنتمنى وبنامل ان احنا نتعدى 300 اضحيه بعدد المحافظات ال 13 اللي انا بقولهم لحضرتك. بنوزع بناء على الاستكشاف المسبق والتنسيق المسبق مع الجمعيات. يعني كل محافظه بعد كل محافظه فيها مراكز، وكل مركز فيه كره طبعا، وكل قريه فيها نجوع طبعا. فبننسق بقى مع الاشد احتياجا في المحافظات. يعني ممكن نلاقي محافظه واحده فيها مثلا 5 أو 6 قرى، ومحافظه ثانيه ما فيهاش غير قريه واحده او اثنين، وفي محافظه ممكن نلاقيها معديه 13 و14 قريه. فده بناء على ايه المكان اللي محتاج اكتر، اللي محتاج اكتر، وانهي المكان اللي احنا بنقدر نأدي الخدمه فيه على اكمل وجه، والخدمه دي بتوصل لمستحقيها في مكانهم. في مكانهم، مش هم اللي بيروحوا مثلا للمؤسسات الاهليه. لا 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 لا، احنا بنحدد مكان الدبح معينه او كده، مش دي الطريقه يعني. الطريقه عباره عن ان احنا لينا مجازر احنا بنبقى متعاقدين معاها. المجزر ده هو اللي جوه في المكان نفسه، بندبح جوه المكان نفسه، وبنعمل احنا بندبح في المحافظات اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي المركزيه. وبنطلع بعد الدبح مباشره، طبعا الاضحيه بتتقسم وبتتعمل كيلوات، بتتعبى كيلوات. وبعد كده بيبدا كل دليل او كل وسيط اللي هو من القريه او من النجع. أيوة. او من المركز معايا بيبدا ياخد النسب المحدده ليه بناء على الاستكشاف المسبق بعدد الحالات. بنقول احنا عندنا هنا مثلا 100 حاله، عندنا هنا 150 حاله، عندنا هنا 250. بيوصل لهم بقى كل حاله، بياخدهم وبينزل معاه مندوب من عندنا من المؤسسه يشرف. أوكي. ويبقى موجود في وقت التسليم، والحاله اللي بتستلم الكيلو بتاعها بتمضي عليه بالاستلام علشان الاليه طبعًا. التكامل طبعًا. بتاع الاليه بتاع التوزيع تكون مكتمله. فده الشكل التوزيع اللي احنا بنعمله، وبشرك الجمعيات معايا علشان زي ما قلت لحضرتك المسؤوليه المجتمعيه نقدر نكملها على اكمل وجه، لان دي مؤسسات مجتمع مدني. جمعيات الهدف من انشائها او تواجدها مش ان هو يفتح جمعيه في قريه ويقعد. لو ما فيش مؤسسات او جمعيات مظله زي مؤسسه نبض الحياه مش هيشتغل ومش هيخدم الاسر اللي حواليه. فمن ضمن المستهدفات بتاعتنا ان احنا نشغل الجمعيات الصغيره دي، نشركه في العمل المجتمعي، نخليه يبقى ليه دور فعال في العمل المجتمعي، وفي نفس الوقت يبقى بينفذ او بيوصل المساعده للاشد احتياجا في النطاق الجغرافي اللي هو بيشرف عليه. هي دي السنه الاولى اللي تعملوا فيها كده ولا كان مش السنه الاولى؟ لا لا، يعني انا عارف ان بند اطعام الطعام عموما، مش بتكلم على الاضاحي. الاضاحي معانا من زمان، بس بتكلم على الاضاحي بصفه خاصه. لا، الاضاحي مش السنه الاولى، ولكن الشكل التنفيذي بتاعها فيه اختلاف عن السنين السابقه. أوكي. يعني احنا 17 اتعمل فيها، و18 اتعمل فيها، و19 و20 و21 كل سنه بيتعمل اضاحي. السنين السابقه خدتوا بالكم ان في اقبال مرضي الى حد ما من المساهمين او المتبرعين لهذا الشكل من العطاء؟ لان يمكن التضحيه يعني الاضاحي بصفه خاصه في ناس بتقول لك ايه، بحب ادبح بايدي، اوزع بايدي. فاهم قصدي ايه؟ فبتكلم على كده. هاد في اقبال لطيف، الشريحتين موجودين يعني. في اقبال طبعا،
واقبال كويس مش وحش خالص، ولكن الشرحتين موجودين. في اللي بيقدر ظروفه بتبقى مسامحاه ان هو يقدر يذبح بنفسه ويوزع بنفسه، يعني خلاص ده مش محتاج حد يساعده، ولكن في فعليا اللي ما بيقدرش ولو قادر ما بيبقاش عارف يستهدف مين كأسر في التوزيع، فبيفوضنا بقى. يعني حتى احنا بندعيهم ان هم يشهدوا معانا الذبح لو يحبوا في مكان الذبح، لو ما ظروفه ما ساعدتوش ان هو يشهد بيوكلنا، وده شرعا ما فيهوش مشكله. لو كان المتبرع بالصدفه من ابناء نفس المحافظه مثلا اللي بيتم يعني فيها عمليه الذبح، بنعرفه المكان وبيجي يشرفنا وينورنا فيه طبعا، ولو حابب كمان يشرف او يحضر عمليه التوزيع كل ده ما فيهوش مشكله، لان احنا بنتعامل بمنتهى الشفافيه في الموضوع بشكل كامل. ف يعني ده متاح وده متاح وده متاح، في بيبقى قادر ان هو يذبح وفي بيبقى مش قادر فبيفوضنا، وفي اللي بيبقى قادر بس مش عارف مين الاكثر احتياجا. يعني في ناس فعلا بتذبح، يعني انا عايز اقول لحضرتك وبتجيب اللحوم، يعني مش بيساهم بصك، لا ده بيساهم فعلا باللحوم نفسها، بيذبح ياخد النسبه بتاعته الشرعيه ويقول لنا والله النسبه دي خدها وزعها، لان انا مش عارف مين الاكثر احتياجا او الاشد احتياجا. حلو برضه، كله عطاء وكله خير وكله لناس مستحقين دي جدا. احنا عندنا قاعده البيانات، فبنبدا من خلال توجيه حضرتك كمتبرع نبدا نستهدف الاسر الاشد احتياجا في كل محافظات الجمهوريه، بنبدا نستهدفهم ونوزع عليهم. انا عايز اقول لك في النهايه يعني ربنا يبارك لكم، ربنا يعزك حقيقي، يعني ربنا فكره ان انت تكون حد، يعني ربنا يبارك للساده المتبرعين. اكيد اكيد طبعا، لان اي مجهودات بتقدمها او بتقوم بيها او بتكون قائمه عليها اي مؤسسه ايا كان اسمها ايه، ما هي في الاول وفي الاخر معتمده بالكامل على كرم الكرماء انجاز التعبير. فربنا يبارك لكم، فكره ان انت تكون واهب حياتك ووقتك وطبيعه ده من فضل يعني ربنا طبيعه عين. يومك ان انت بتدور على المحتاج عشان توصل مساعدات المتبرعين دي، ربنا يعني يكرمكم ويبارك لكم ويجازيكم عن ده كل خير. انا بشكرك على وجودك معانا، انا بشكرك على ساعتنا، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لينا، ونشوف ان شاء الله نلتقي على خير في يوم جديد وحلقه جديده من طاقه نور.